نعطي الانطلاقة رفقة وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي والسيد المدير الإقليمي محمد كاديل مشكورا لهذه الأيقونة التربوية التي تشكل بحق تغيير جذري على مستوى النموذج البيداغوجي والعرض التربوي الذي سيستفيد منه التلميذات والتلاميذ بجماعة عياشة. لا يخفى عليكم المشاكل التي كان يشكلها النموذج التربوي القديم على الصعيد الحضر المدرسي خصوصا في صفوف الفتاة، على صعيد الانقطاع، على صعيد هدر الزمن المدرسي، على صعيد الولوجية. اليوم نجسد بحق الفصل الدستوري الذي يدعو إلى تمكين جميع المواطنين والمواطنات أو جميع التلاميذ والتلميذات على حد سواء من تعليم ميسر الولوج وذي جودة. اليوم ننسجم بدرجة عالية مع رافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ننسجم مع شعار الرؤية الاستراتيجية من أجل مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص. إذا سعداء جدا، لا أخفي مدى سعادتي بتدشين هذه المؤسسة، هذه المعلمة التربوية بتراب جماعة عياشة، وهي الأولى على صعيد الإقليم والتي نتمنى لها أن تتوفق. نحن كمجلس جماعي كجماعة ترابية نؤكد انخراطنا في إنجاح هذه التجربة. وطبعا سيتوقف السيد الوزير على تتبع مجموعة ديال الأشغال ديال التأهيل اللي كتهم والإحداثات اللي كتهم المؤسسة التعليمية بإقليم العرائش في إطار طبعا توسيع العرض التربوي وتنزيلا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وبهذه المناسبة طبعا السيد الوزير غادي يشرفنا طبعا رفقة السيد العامل والمرافق لها المرافق لهما طبعا بتدشين المدرسة الجامعية عياشة، وهي نموذج فريد على مستوى الإقليم وأول تجربة على مستوى الإقليم، وتروم من بين ما تروم إليه محاربة الهدر المدرسي، جميع التلاميذ المتشتتين عبر المجموعات المدرسية، محاربة كذلك أو القضاء بشكل تدريجي على الأقسام المشتركة، وذلك يأتي طبعا تنزيلا لتوجهات الوزارة الهادفة أساسا إلى تجويد خدمة المدرسة المغربية من خلال رفع مؤشرات التمدرس، محاربة كما قلت الهدر المدرسي. وهذه المدرسة الجامعية ستستقبل في القسم الداخلي 160 تلميذة وتلميذة من مختلف الدواوير ديال منطقة عياشة، وكذلك لبعض تلاميذ جامعة ابن قرفط. هنايا الفرعيات كاين كذلك المؤسسات الابتدائيه 320 في المجموع ديال 61%، التعليم الاعدادي 25%. ان شاء الله في شتنبيل احنا واجدين وديجا ديك العمليه اللي دارت السنه الماضيه دارت بشكل مزيان، حافظتنا على الرونق في المؤسسات. غادي يكون واحد التدخلات اللي هي ما غاتكونش كبيره وكبيره بزاف ولكن اساسيه. جديد شحال داخلي كاين في المديريه؟ 16 داخلي وكاينه 15 دور الطالبه
béton. Ouais. Et nous avons décidé de démolir. Démolir. Vous gardez quand même les poutres. Je pense qu'il va démolir tout. Même les poutres. Au lieu de ce bâtiment, il faut faire un construire. Les cours, comme il va y avoir combien de constructions autour? هذه مؤسسة السيد الوزير اللي رمز مدى أثر كذا قرأوا منها هذاك الشيء لا ذكرتني مع السيد ضحك هذه يعطيك نزاع لهذه المدرسة وكان اعتبروها قبل ما تكون مدرسة معلمة تاريخية ولمتيز عنده أحلى هندسة وهذا هو اللي مهم نعم نعطيوها الطابع التاريخي لذلك نشكر الوزير مدام شير مينيستر لي كونستركسيون بارفيتمون سوليمون Oui, pour éventuellement un amphithéâtre pour faire des conférences, pour accueillir, pour ouvrir l'école sur son environnement. On peut l'orienter vers d'autres activités qui vont rehausser le niveau de l'école, son rayonnement, etc. هاد الفضاء ديال الندوات وديال اللقاءات لا هو ديك راس الجاف ماكسيموم يخص حسب الحاجيات اللي الحاجيات اللي vous allez également décaper de ce côté parce qu'il faudrait que ça constitue une belle façade aussi. Non, c'est pas décaper. Donc nous avons fait déjà un bâtiment avec les détails. Donc c'est pas encore terminé absolument. Voilà, j'ai avec moi les sanitaires seulement avec les. Là-bas, qu'est-ce que vous comptez faire pour le vous mettez un faux plafond? Il y a un faux plafond. Plâtre. Plâtre au bois. Bois. Ah, magnifique. جماعتية في الجماعة القروية عياشة حقيقة النموذج يحتذى به مدرسة مندمجة فيها الإيواء فيها الإطعام كتوفر جميع مواصفات الجودة وهذا لابد منه والفضل كيرجع للمواكبة ديال مدير الأكاديمية ومدير الإقليمي وجميع الأطر ديال الأكاديمية والمديرية اللي حقيقة انخرطوا في هذا الورش المهم كبير وأهلوا هذه المؤسسات باش يكون واحد التمييز إيجابي بالنسبة للساكنة ديال هذه المنطقة القروية. وصلنا هذا الصباح نيت للقصر الكبير وكانت لنا أيضا المناسبة باش عطينا انطلاقة ديال الحجر الأساس ديال بناء واحد المدرسة ابتدائية في واحد المنطقة اللي جات على هامش المدينة واللي أيضا غادي تكون استجابة لواحد الطلب ديال الساكنة في ذاك المقر مدرسة الفردوس وأيضا إعادة تأهيل مدرسة بن خلدون وإعادة البناء ديال إدريس الحريزي اللي اليوم هادو مدارس عندهم واحد التاريخ عندهم واحد الصدى على مستوى المدينة واللي خصنا نأهلهم باش ندخلوا نهيئوا لهذا الدخول المدرسي إن شاء الله المقبل وديال السنة المقبلة ونوسعوا العرض المدرسي كي كتعرفوا اليوم الحمد لله الوزارة انخرطت في واحد العدد من الأوراش مهمة لا بالنسبة للبيداغوجي لا بالنسبة ديال تأهيل الأساتذة وتكوينهم ولكن أيضا لتأهيل الفضاء المدرسي والظروف المواتية للأساتذة للتلاميذ باش نرتقي بالمنظومة ديالنا وبالمدرسة الوطنية